35 سنقول على العهد والمبدأ التي عاهدنا في أنفسنا وضحينا وناضلنا وقدمنا المئات من الشهداء. خبر صادم حدث في الحجرية، مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي. هكذا يزدل العام 2019 الستار على حدث غير متوقع نزل على اليمنيين كفاجعة أضافت كثيرا من التعقيدات على المشهد المضطرب في الحجرية خصوصا وتعز عموما. اغتيال الشهيد عميد الجيش الوطني عدنان الحمادي أضاف لهذا المشهد المعقد أكثر تعقيد، ونتمنى من لجنة التحقيق أن تستدرك هذا الأمر. الوضع الأمني في مدينة التربة كان على صفيح ساخن خلال العام، خصوصا بعد مقتل 2 من حراسة محافظ المحافظة على أيدي جنود يتبعون محور تعز وفقا لقرار الاتهام الصادر من نيابة الشمايتين. أقول لك أمني متدهور، ده كانوا مساكن محابس هربوا مستسق. الأحداث الأخيرة خلال الأربع الأشهر والثلاث الأشهر الماضية كانت سيئة للغاية، بحيث أنه الجميع أصبح خائف. 5 سنوات لم تستقر فيها تعز، كان لريفها نصيب من كل ذلك، لكنه شهد هدوءا واستقرارا اجتذب الآلاف من النازحين، حيث ظلوا يقيمون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي على الرغم من كل الصعوبات والتوتر الأمني الذي تشهده المنطقة من وقت لآخر، حيث شهدت توترا شديدا وصل حد المعارك المسلحة في منطقة البيرين والتربة بين الوحدات العسكرية التابعة لمحور تعز، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوفها. الانتشار الأمني لا يوجد، وانفلات أمني ووجود مسلحة بشكل رهيب، وارتفاع أسعار بدون رقابة ولا محاسبة ولا شيء. خلال العام الخامس من الحرب عكست الأحداث على الحجرية كباقي مديريات ومناطق تعز وضعا مختلفا على أغلب الجوانب، خصوصا الاقتصادية والصحية والتعليمية، ولم تشهد استقرارا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كالوقود والمستلزمات الأخرى، بينما أخذت المنطقة حصتها من تفشي الأمراض والحميات في ظل نقص الخدمات الطبية. أما الجانب التعليمي الذي شهد تحسنا ملحوظا لا يزال ينقصه الكثير من الاحتياجات، أبرزها إنشاء مرافق تعليمية وتزويدها بالكوادر والاحتياجات. أوضاع متدهورة تنتقل معها الحجرية إلى العام السادس من الحرب، أبرزها الوضع الأمني والعسكري والسياسي، إذ ما تزال تشهد الكثير من الغموض خصوصا عقب اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي، لتزيد المشهد تعقيدا على ما هو عليه. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة تعز.